فيديو اليوم حيكون في صدمة كبيرة لكافة عشاق وارزون موبايل يا اخوان. من كم يوم شركة اكتيفيجن سربت لنا جيم بلاي مالتي بلاير لمودرن وارفر 2، ويا الهي يا اخوان السلاح اللي بقلب الجيم بلاي نفس السلاح بوارزون موبايل، ومش بس هيك الحركة نفس الشيء، ومش بس هيك كمان يا اخوان اهتزاز السلاح تقريبا نفس الشيء. يعني يا اخوان مودرن وارفر 2 نفس الشيء وارزون موبايل، يعني مش وارزون موبايل مش مثل مودرن وارفر او وارزون 2019، لا رح تكون وارزون موبايل مثل حركة وارزون 2. يعني يا اخوان مش عم نرجع لورا بالوقت، عم نتقدم لقدام. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، نرجع لكم فيديو جديد عن وارزون موبايل. يا ابي يا اخوان في مليون شغلة، في مليون سالفة بدي احكي لكم اياها عن مودرن وارفر 2 وارزون موبايل. اذا ما عم تشوفنا على يوتيوب مهتم بوارزون موبايل تقدر تحط لايك وسبسكرايب، بس خير روح على الجيم. ليتس جو بيبي. بسم الله يا كرام يا اخوان، جيم بلاي جديد سرب لنا اياه ديسترو. للاسف اللي سرب لنا هالجيم بلاي تبندت قناته وبلع 3 سترايك من شركه اكتيفيجن، فالله يستر يا اخواني كنا احنا نبلع كمان سترايكات. ان شاء الله ما يصيبناش هيك. يعني خلينا نروح على موضوعنا الاساسي، وانتم بتحضروا الجيم بلاي احضروا الجيم بلاي استمتعوا وافهموا المعلومات، استفيدوا من المعلومات اللي حنقول اياها يا اخوان. مثل ما شفتوا بدايه الفيديو حكيت لكم انه مودرن وارفر 2 رح تكون مثل وارزون موبايل، حركته مثل ما كل شيء فاهم نفس الشيء، السلاح نفس الشيء، يعني واضح جدا، حتى الحركه كتير سموس، حتى ببعض الجيمات بلاي فرجيتكم انه الحركه كتير منطقيه، يعني كتير سموس يا اخوان بالنسبه للعبه موبايل. فيا اخوان هذا الشيء شو بيعني انه مودرن وارفر 2 رح تكون مثل وارزون موبايل؟ يعني يا اخوان خرائط المالتي بلاير بقلب مودرن وارفر 2 رح تنتقل اذا الله راد على وارزون موبايل. ومش بس هيك كمان، مش بس خرائط المالتي بلاير، المودات، لا يمكن حتى السكنات ما حدا بيعرف يا اخوان. بس يعني مثل ما شفنا يعني قبل تسربوا لنا عن قصه الباندلز اللي هي سكنات وارزون الابل تبع 2019، فشكلها وارزون موبايل وارزون البي سي اللي هي وارزون 2 اللي حيتم اعلان عنها 15 سبتمبر 15 ايلول. مثل ما قلنا 15 ايلول اللي حنشوف وارزون موبايل بمواصفاتها الكامله، يعني جرافيك كامل سموث، يعني ما بتلاقيش كتير فيها جلتشات، وحتى يمكن رح نلاقي فيها مود مالتي بلاير. ان شاء الله يفاجئونا بمود مالتي بلاير، لانه اذا فاجئونا بمود مالتي بلاير لوارزون موبايل فهذا الشيء جدا اسطوري يا اخوان، الحماس شيء مش طبيعي. حتى يعني اذا بنلاحظ يعني كافه الكوميونتي العرب والكوميونتي الاجنبي، خلص الكل بده يغير، بده ينوع بالالعاب. قبل كنا خلص مكتفيين، مثلا كانت اول شيء كباتل رويال كانت اول شيء ببجي موبايل، فكنا مكتفيين بس ببجي موبايل. اما هلا لا، صار لازم نجرب اكثر من لعبه، يعني صرنا طميع يا اخوان. عالم الموبايل يوم بعد يوم يعني عم يثبت لنا انه هو مستقبل الالعاب مش البي سي بس. نتصور مودرن وارفر 2 على البي سي حقها 70 دولار، اما وارزون على الموبايل ببلاش وما بتدفع شيء بس بتدفع عياد السكنات. يا الهي يعني يا اخوان شغله الالعاب والمفهوم تبع صناعه الالعاب رح يتغير كليا، والفقراء حيصيروا فيهم يلعبوا، والاغنياء كمان يعني حساسها يعني حيكون في عينهم الافضليه من ناحيه السكنات، بس على الاقل يعني الفقير بصير فيه يلعب. يعني خلينا نكفي لكم عن وارزون موبايل، مش بس هيك يعني الموضوع، بس انه وارزون موبايل حتكون مثل مودرن وارفر 2 وبس، يعني هالموضوع بس. في بعض كتير شغلات مخفيه بسبتمبر 15، يعني 15 سبتمبر قالوا لنا فيه حيكون فيه يعني شيء حصري لوارزون موبايل مختلف اكيد عن البي سي. مثل ما بتعرفوا لازم ضروري يكون في اختلافات، يعني مش معقول يكوبي باست الموضوع والكل بصير يزهق والكل بصير يحكي عن اللعبه بالنهايه. فيا اخوان ما بعرف، الكل متحمس للعبه وانا متحمس كتير. بالنسبة ل يكون في مود تي بي بي بقلب وارزون موبايل ما حدا بيعرف، بس بتوقع لازم يكون في مود تي بي بي، لازم يعني الصراحة مود التي بي بي شيء أساسي للعبة كلعبة موبايل. بتعرفوا أنتوا كل ألعاب الموبايل حاليا عم تعمل مود تي بي بي غير الإف بي بي، بس يعني لإرضاء للجميع، يعني بيرضوا جماعة الإف بي بي وبيرضوا جماعة التي بي بي اثنيناتهم يعني. فيا اخوان والله يعني شيء جدا توب. كان في عندنا رانك مالتي بلاير ورانك باتل رويال، في محتوى هائل عن اللعبه يا اخوان. فالصراحه انا متحمس للعبه، يعني يمكن من اني يمكن قال له حد بالعالم العربي هالقد حميان على اللعبه، حطوا ناس بالتعليقات اللي انتم حميانين مثلي على اللعبه ولا لا. خلينا نكفي بقلب الجيم بلاي. انا الصراحه الجيم بلاي اللي شايفينه هلا
بتريد تبعه واطي يعني، مش عم تشوفوا الجرافيك كامل، عم تشوفوا جرافيك يعني على الهوارة من الاخر من الايباد. هلا عم يلعب ديسترو على الايباد حاليا. ها بس مش عم يلعب على شو اسمه، ما عم يلعب بالتاتش باصابيعه، عم يلعب شو اسمه هايدي بالمسكه. حد هلا 14 كل عمل كل هالسوالف، سولفنا بس شيء بسيط و14 كل بعده لهلا. ديسترو قديش صار له عم يلعب وعم يلعب هاللعبه ويلعب ويلعب بعده لحد هلا ما عرف شو يلعب على اللعبه. لك الايم، لايك الايم الشحار والتعتير يا اخوان. اها ابا بابا الايم من سوق الجمعه يا اخوان، حيقتله ان شاء الله حيقتله يعني. حتى فيها انبطاح يعني، وين لو بيلغوا الانبطاح باللعبه خلوا بس ارفصه دون انبطاح احسن ما الحيايه تنتشر بالمنطقه. كل كل 16 يا سلام يا سلام، 17 كل. تعرفوا يا اخوان هلا صحيح انه مثلا كليت عالي بتحسهم بس على السراع بتحسهم عم يطيروا الكليت، بس كمان اللزي يعني حتى لو ماتت لك شحار، حتى لو موت يعني بقلب اللعبه في عندك فرص كتير لترجع، فيك تروح تعمل تعمل مباراه مبارزه مع واحد وتقتله، فيك تنطر رفقاتك ليشتروك، يعني في 100 شغله يا اخوان بالموضوع، فيك تشتري السلف ريفايف. لقط واحد بالسما، ايه هو بالرشاش مش عم فيصايب بالسناب بده فيصايب. واضح واضح مثل ما قلت لكم يعني، اذا اذا بالرشاش عم فيصايب بالسنايبر حيعرف يصايب. السنايبر بده ناسه، تعرفوا مين قصدي يعني. اخ يا اخوان ايام نيو ستيت، للاسف نيو ستيت يعني شو بدي اخبركم، عم تبخانا يوم بعد يوم، ترفناها وكل شيء بالاخر بخاعتنا، شو بدنا نعمل. خلينا نركز هلا على ورزون موبايل. صمتوا انه بليه الكل العشرين. اوف بعد فايد ضده على فكره 13 تيم ملعب هو سولو سكواد. فكره كانه حاسس ان الايم كتير سهل، لانه يا اخوان مخصص اذا مفكرينه صعب من ورا اللعاب هيد اللعاب يا اخوان، اذا بضل يلعب من هلا لبكره مش هيعرف يلعب. بس لما نلاحظ عم يثبت الايم بمطرح معين يعني ثابت، مش كل هالقد صعب. هلا السيرف ريفايف بتفيده، واللي ضده واضح انه بوت، فاذا بوت وقتله قتله نحن اللي قتله. اخ يا اخوان بعدلنا قداش، بعد شهر كامل، احنا هلا اليوم 14 شهر، بعد شهر كامل لنقدر نجرب اللعبه، عفوا لنشوف اللعبه عند اليوتيوبريه. يا ريت لو نقدر نجربها. احنا نسعوا يا اخوان. امبارح ما نزلتش فيديو لانه سخانت وصار علي حراره وقربت يعني صار علي حراره يعني شيء جدا يا اخوان سيء. بس حتى يعني اليوم كمان اذا من صوتي مبين مسكران من اخيري من ورا الراشح، فحبيت نزل فيديو بالموجود يعني يعني تركيز اليوم كتير كتير سافر. اخ يا اخوان اخ الله لا يضوق حدا الوجع اللي وجعته يا محمد يا اخوان. سقعت اذا كان الحراره عندنا بلبنان هلا 40 وحاسس بالسقعه، تصور واحد مسقع والحراره عنده 40 يا اله. بيكيت وقصص وحكايات. اوكي بعد فيه الا واحد بس هلا بدنا يحط لي غير هالسنايبر، بده يقتله بالسنايبر بالسنايبر بده يقتله، ما حاجه بكيتش معه الا بده يقتله بالسنايبر. فبس يا اخوان اذا ما عم تشوفني على يوتيوب تابعوا ورزون موبايلك وحط لايك وسبسكرايب، رح نضل نغطيه لكم كل شيء عن اللعبه. فبس سلام.